هنشوف فيديو في الحقيقة دلوقتي قبل ما نطلع مع حضراتكم لفاصل. وطبعا للأسف طبعا هو مهرجان من المهرجانات اللي موجودة في إحدى الدول المتقدمة الأسبانية والدولة يعني في أسبانيا. وطبعا كل المعنيين بالرفق بالحيوان في الحقيقة بيطالبوا بوقف هذا المهرجان وبما فيهم مصارعة التيران. الفيديو ده فيديو نشرته امبارح صحيفة السان البريطانية، وهو بيرصد لحظات رعب عاشها سكان بيت في مدينة فالنسيا بأسبانيا، وده بعد ما فوجئوا بتور وهو طبعا في حالة غضب وعصبية وخوف وبيهجم عليهم وبيدمر لهم غرفة المعيشة. طيب، الحادثة دي حصلت خلال مهرجان سنوي بتعمل في شوارع المدينة لمصارعة التيران، وكان الطور ده الحقيقة بيطارد مئات من المتسابقين. ده كان ضمن فعاليات المهرجان، لكن فجأة قرر ان هو يدخل البيت. تعالوا نشوف ايه اللي حصل ونرجع لكم بعد الفاصل بقى ونبدأ اول فقرتنا الحوارية. Tranquila, 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 tranquila.